انا لسه واصل من ساعتين 3 ساعات بس، وطبعا اول ما وصلت كان اهم شيء بالنسبه لي ان انا اروح اشوف جثمان وازور ابويا. فروحت انا مستشفى السلام، رحت احمد والنبي سمحت اللي بيتكلم بره ده، رحت طبعا قلت الفاتحه ودعيت لابويا يعني كلمته في سيرتي يعني. بس والحقيقه يعني انا شاكر جدا اللي حصل في الاسبوع اللي فات ده من الاعلام، من الشعب المصري، من الحكومه المصريه، كل الجهات المعنيه اللي تدخلت عشان يساعدوا والدي. طبعا لازم كمان اشكر جدا النقابه والاستاذ مصطفى كمال، مصطفى كامل قصدي، اسف، هو ده بقى تعب الصف، نادية مصطفى والفنانة نادية مصطفى، كلهم كانوا معايا يعني. الحقيقة أثناء ما أنا كنت في أمريكا إحنا كنا على اتصال مش يومي، ده كل نص ساعة كل ساعة على طول قاعدين نتكلم ونكلم. فشكرا جدا جدا على كل ده. كنت عايز إن إحنا كنا بننظم دلوقتي الجنازة والعزاء، إن شاء الله هيبقى يوم الأحد النهاردة، يعني اللي هو النهارده يعني لحد النهارده. طب اتفضل. ونسي العيله النهارده.